الإدارة، تمام، دي أهم حاجة في أي مجال، إن أنت يكون عندك إدارة قوية وإدارة عارفة هي بتعمل إيه، دي حاجة مهمة جدا. تاني حاجة السيستم، لازم يبقى عندك سيستم، فعش حتى لو أنت في حياتك الشخصية لازم عندك سيستم ومظبط نفسك، عارف أنت هتعمل إيه كل يوم وكل أسبوع، الدخل بتاعك هيبقى إزاي، هتمشيه إزاي، هتصرف إزاي. اللي بيعيش من غير سيستم تحس إن هو عايش وخلاص اليوم بيومه، فالسيستم ده حاجة مهمة في حياة أي شخص وأي حاجة في حياتنا عامة. السنغال، أنا حضرت يوم 2015 في تصفيات أفريقيا مع كابتن شاو غريب، كنا بنلعب السنغال في السنغال، يعني موقف من مواقف اللي خلتني لحد دلوقتي إن الحمد لله الواحد عينه كويسة جدا، كانت باين عليهم إن هم فرقة منظمة جدا جدا جدا، وباين عليهم إن هم مش بيشتغلوا لقدام، مش بيشتغلوا في الوقت الحالي أو في الزمن بتاعهم بس، لا بيشتغلوا المستقبل، عاملين فرقة ومنتخب عاملين بالانس ما بين اللعيبة الخبرة وعندهم لعيبة صغيرة وعندهم يعني الأعمار بتاعتهم كلها، مفيش يعني حد كبير قوي ومفيش حد صغير قوي، لا يعني عاملين بالانس في الفرقه، كان باين عليهم جدا في الماتش اللي احنا لعبناه، وما كسبونا هناك 2-0، وكان معانا محمد صلاح كان موجود، وكان عندهم ماني برده كان موجود، كانوا لسه طبعا يعني صلاح كان في تشيلسي ايامها، وماني مش عارف كان بيلعب فين برده ايامها الفتره دي، لكن كان باين عليهم ان هم فعلا بيفكروا لقدام وعايزين يعملوا حاجه للمستقبل، وده اللي شفناه يعني. الكلام ده بتتكلم في 2015، احنا النهارده 2023، حوالي 8 سنين هما دلوقتي بيلموا الحاجات اللي هما عملوها. انت عندك مواهب كويسه جدا، يعني عندك انت محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله من احسن لعيبه في العالم، عندك محمد النني، عندك تريزيجيه، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد، مش عايز انسى حد، في لعبة كتير جدا محترفه، ومش محترفه اللي هي اسمها محترفه وبس، لا ده ليها تاثير كبير جدا مع كل نادي واحد، كل واحد فيهم بيلعب فيه. محمد صلاح بنشوفه في ليفربول، عندك النني، عندك زي ما قلنا تريزيجيه، الناس دي كلها لعبة كويسه. حته المواهب ممكن يكون اللعبة المحليه فيها مشكله شويه، بقالنا فتره كبيره فعلا المواهب قلت عندنا بشكل كبير، وده واضح على الدوري المصري طبعا، وده بيأثر بالسلب طبعا على منتخب مصر في الاخر، ان انت الدوري بتاعك ما مش شايف ان هو قوي بصراحه، لكن انت بتتكلم كل سنه هم الاربع فرق اللي بينافسوا على الدوري، كان اهلي، زمالك، بيراميدز، دلوقتي بدا فيوتشر يدخل معاهم، لان فيوتشر منظومه كويسه بصراحه وشغالين بشكل كويس وقافلين على نفسهم. بعد كده هتلاقي الفرق كلها شبه بعض، ما فيش حد يعني ممكن تقول عليه ان هو ممكن ينافس الاهلي والزمالك او بيراميدز على الدوري. ممكن سموحه مع كابتن احمد سامي عمل طفره شويه السنتين اللي فاتوا، حقق مركز رابع ومركز خامس باقل الامكانيات، برده دي حاجه تتحسب للكابتن احمد، لكن بقيه الفرق يا اما في وسط الجدول يا اما بتنافس على الهبوط. شفنا الاتحاد السنه دي ماشي بشكل كويس، ودي حاجه تبسط الناس كلها. اسوان نفس الكلام، عاملين فرقه محترمه، لكن انت بتتكلم على المواهب طبعا لو جيت تبص على كل فرقه، لو طلعت 2 لعيبه موهوبين يبقى انت كده يعني عملت الصح، لكن انا شايف ان المواهب قلت بشكل كبير جدا. العامل المادي بقى بيطغى على اللعيبه بشكل كبير. قلت اللعيب مثلا عايز جاي لك عقد من النادي الاهلي، جاي لك عقد من بيراميدز، هيقول لك هاخد في الاهلي كام واخد في بيراميدز كام. لو بيراميدز هيديله اكتر 1,000,000 جنيه هيقول لك اروح بيراميدز، عكس ايام زمان انا في البلديه لما جيت الزمالك كلمني تاني والاهلي كلمني، الزمالك كان هيديني ضعف الفلوس اللي كنت هاخدها، وكانت ايامها الفلوس طبعا كانت قيمتها كانت كبيره عن دلوقتي، فاخترت النادي الاهلي طبعا. لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف بشكل كبير، الطابع المادي بقى بيضغط على حاجات كتير قوي، ومنها تفكير اللعيبه. اللعيب دلوقتي اهم حاجه ان هو عايز يلم فلوس باي طريقه وخلاص، لكن حته المبدا او انت هتلاقي نفسك فين، او الكيان اللي هتقدر يعني لما تبطل هتنتمي ليه، مفيش الكلام ده خالص. كل الناس مفكره دلوقتي تفكيرها في الفلوس وبس ومش اكتر يعني. بتختلف من شخصيه لشخصيه، يعني كل واحد ليه شخصيته وليه تفكيره وليه
طباعه. وعلى فكره موقف رمضان انا كنت حاضره، يعني انا كنت موجود في قناه الاهلي في الفتره دي، ورمضان هو في حد لعب في دماغه طبعا، لكن ما فيش خلاف ان رمضان اهلاوي عشان تبقى فاهم، يعني الناس كلها عارفه ان رمضان اهلاوي جدا وبيحب النادي الاهلي جدا، لكن الموقف اللي حصل ده هو صغير، يعني انت برضو بتيجي تحسبها كان 22 سنه 23 سنه، كان لسه برضو صغير. هو حسبها غلط، انا شايف ان هو حسبها غلط، لان انت برضو في النادي الاهلي كنت بتاخد مبلغ كبير، يعني مش بتاخد مبلغ قليل. لما سافرت احترفت بره كنت بتاخد عائد كويس، لما رجعت النادي الاهلي برضو النادي الاهلي قدرك بشكل كبير، ولما اتصبت النادي الاهلي وقف جنبك ووقفك على رجلك خلاك تروح المنتخب وخدت بطوله افريقيا مع المنتخب الاولمبي، فالنادي الاهلي خيره عليك. لكن قصه ان انت فضلت بيراميدز على الاهلي، لا، وخلي بالك القرار برضو، يعني الموقف بتاع الكابتن محمود الخطيب كان ليه دور كبير في الصفقه عشان تبقى فاهم. ممكن الناس مفكره ان رمضان هو اللي بدا وقال ان انا في بيراميدز بيكلموني، النادي الاهلي طول عمره محدش بيلوي دراعه، فانت لما تيجي تتكلم كده عن النادي اللي فضله عليك وخيره عليك وتقول لهم ان انا في لا جاي لي اكتر من كده، النادي الاهلي طول عمرنا عارفين ما بيقفش على حد. فكان رد فعل الكابتن محمود، انا كنت حاضر الموقف ده، قال له انت قدامك ساعه وترد علينا. فطبعا رمضان اتفاجئ بالقصه دي، بالرد ده، كانش متخيل ان النادي الاهلي كان ممكن يستغنى عنه. بالتالي طبعا عدت الساعه ورمضان ما ردش وبتاع، فالموضوع خلاص اتاخد انطباع ان انت كده ما دام ما ردتش علينا يبقى انت مش عاوز النادي. فبالتالي النادي الاهلي خد قرار وان انت مش موجود معانا، وبالتوفيق في النادي اللي انت رايحه. حته بقى رمضان استفاد او ده او خسر او الكلام ده، هو اللي يقدر يحددها مش انا، يعني هو اللي يقدر يحددها. احنا كلنا عارفين الفلوس مش كل حاجه، وممكن الفلوس بتعوضك عن حاجات كتير، لكن انا بالنسبه لي يعني انتمائي للنادي الاهلي، الناس فاكراك بصوره طيبه، فدي حاجه برضو مش بفلوس. يعني انا معاك الفلوس ليها دور مهم دلوقتي في الفتره اللي في الزمن اللي احنا عايشين فيها، ليها دور كبير ودور مهم جدا. فهو اللي يقدر يقول ان اسكون هو اخطا او ما اخطاش، بس انا متاكد باين عليه كمان بيتاثر بالموضوع ده في الملعب. رمضان من ساعه ما راح بيراميدز مستواه ما جابش 50% لما كان في النادي الاهلي، فاكيد الموضوع بياثر بالسلب عليه، لكن هو مش هيقول ان هو خسر. يعني اكيد انت صغير بتبقى معظم القرارات بتاعتك اللي بتاخدها في حياتك معظمها بتبقى غلط. مش هقول ان انا مثلا غلطت وانا صغير، لا، كل ما الواحد بيكبر بيتعلم وبتشوف حاجات انت مش شايفها وانت صغير. فبالتالي وانا صغير انا كنت طالع زملكاوي عشان خاطر بابايا، زي ما اي طفل بيطلع لو بابا زملكاوي بيطلع زملكاوي، بابا اهلاوي بيطلع اهلاوي، فانا كنت ماشي مع في السكه دي يعني. وكمان لما كنت في المنتخب وانا في دمياط وجالي الاهلي والزمالك، نادي الزمالك كان عرضه اكتر، كان عرض على البلد اللي انا كنت منها فراسكور، كان عرض على 60,000 جنيه، كانت ايامها مبلغ كبير طبعا في 2002، والنادي الاهلي كان عرض 30. فمجلس الاداره في النادي عندنا قالك لا احنا ايه عشان نستفاد بالفلوس فهنخلي هاني يروح الزمالك. ورحت الزمالك والحمد لله قعدت حوالي 5 سنين في نادي الزمالك في الناشئين، وعملت مستويات هايله بصراحه. كنا جيل جامد جدا، كنت انا وشيكابالا واحمد عبد الرؤوف وحسام اسامه، كان جيل قوي جدا، وخدنا بطوله الجمهوريه، كانت اول مره تخش النادي، خدناها لمده 3 سنين ورا بعض. والحمد لله كنت من صغري وانا 16 سنه طلعت الفريق الاول مع مستر كابرول، وخدت دوري وانا 17 سنه، وخدت دوري مع افنجادا وانا 18 سنه وسنتين ورا بعض. فلما تاخد 2 دوري وانت لسه صغير وما بتلعبش كتير، فدي حاجه برده تتحسب لك. وفي نفس الوقت برده انت كنت بتلعب مع جيل قوي جدا، عاصرت جيل رهيب، كابتن حازم امام، جمال حمزه، عبد الحليم علي، ابو العيله، عبد الواحد، مدحت عبد الهادي، وائل قباني، مش عايز انسى حد. كل دول كنت بطلع معاهم، كان صعب ان انت تلعب، كان الموضوع مستحيل، وكمان كان بياخدوا بطولات، فانت الموضوع كان شبه مستحيل انت تلعب. فالحمد لله يعني مستر فنجان ده كان مقتنع بيا جدا، وكان بيديني فرص لحد ما مش كبيره، لكن كنت بشارك، وده كان انجاز بالنسبه لي. وكنت انا الوحيد تقريبا، انا وشيكابالا وحسام اسامه اللي كنا موجودين بس في الفيرست تيم ايامها. لكن
حتة المشيان بتاعي من النادي لا، كان بالنسبة لي كان صدمة، والطريقة كمان اللي مشيت بيها كانت وحشة جدا، وما كنتش استاهل ان الموضوع يوصل معايا بالشكل ده. يعني ان انت تمشي ويجي لك جواب على البيت وان انت تتفاجئ وكده، الموضوع كان صعب جدا. لان انا الحمد لله الناس كلها كانت في النادي الزمالك كان بيحبوني جدا. كابتن عازم جاهد الله يرحمه كان ليه دور كبير ان انا اروح النادي، كابتن احمد مصطفى، كابتن احمد رفعت، احمد رمزي، الخواجه، كابتن ايمن منصور، كلهم كانوا بيتنبؤوا لي ان انا هبقى حاجه كبيره يعني. فلما تيجي مره واحده كده تتصدم وتلاقيك بره النادي، فالموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. فما كانش قدامي غير ان انا اروح بلديه المحله. وسبحان الله يعني ربنا ممكن يكون شايلك حاجه كويسه جدا في مكان انت مش مقتنع بيه او مش متخيل ان انت ممكن تنجح فيه. سبحان الله رحت النادي بلديه وقعدت ست شهور حاجة يعني ولا في الأحلام بالنسبة لي. جبت جوال وعملت جوال وماتش الاتحاد الشهير بتاعي اللي أنا جبت فيه جولين، وبعد الماتش ده ربنا فتحها قدامي ونادي الأهلي والزمالك كلموني تاني. فحتة الانتماء بقى بالنسبة لي لأ، بقى فيها تشوك إن أنا لأ، مش الموضوع بالنسبة لي مش موضوع إن أنا بحب نادي وخلاص، لأ النادي ده عمل معايا إيه؟ يعني المفروض ان انا ابن من ابناء النادي، النادي ده عامل معايا ايه؟ كان هيعمل معايا ايه؟ اتحاربت بعد ما وديت للنادي الاهلي وانا في البلديه، اتحاربت جامد جدا، محدش انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. جالنا مدرب زملكاوي بدون ذكر اسماء، قعدني 6 شهور ما بلعبش. تخيل انت لما اكون عامل بوم في البلديه والنادي الاهلي مضى معاك والصحف والتلفزيون وكله صفقه الموسم وبتاع والكلام ده، ويجي واحد مدرب يقعدك 6 شهور ما تلعبش، لدرجه ان الناس كلها بعد اي ماتش يكلموه يقولوا له هاني الاجازي فين؟ يقول لهم اسباب فنيه، هاني الاجازي فين اسباب فنيه؟ رئيس النادي نفسه كابتن الحاج محمود الشامي يقول له هاني الاجازي فين؟ احنا الراجل ده نجم الفرقه وهداف الفرقه وبتاع مش عارف ايه، مفيش سبب. في حاجه عايز اقولها بقى كمان بالمره بمناسبه الموضوع ده، في مره كنا بنلعب مش عارف فرقه كده والحاج محمود الشامي صمم ان انا العب الماتش. والمدرب ده قال له مستحيل. انا ما اعرفش، ما فيش بينه وبينه اي حاجه، انا اول مره اتعامل في حياتي اصلا، انا اول مره اتعامل معاه. بس انا عايز اقول لك ازاي الواحد يتحارب من النادي بتاعك وانت ما عملتش اي حاجه. فقال له لا هيلعب. فقال له لا مش هيلعب. المهم دخلوا في جدال مع بعض، وفي الاخر تقريبا كده قال له لا هاني لازم يلعب، وايه والحاج محمود ضغط عليه. كتب السكور شيت كده في الاوضه، وكتب اخر اسم انا كنت على طول بطلع بره، فما كنتش بقى ايه، ما كنتش يعني متوقع ان انا ممكن ادخل، وكاتب جنبي بامر من رئيس النادي. يعني شوف انا عايز اوصل لك ان الواحد كان بيتحارب ازاي من 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 حد من تبع النادي الزمالك بعد ما انت مضيت للاهلي. فكل الحاجات دي اكيد لما الواحد بيجي يفتكرها ويقعد مع نفسه اكيد طبعا يعني هتفكر 100 مره ان انت تغير رايك في موضوع انتمائك ده. وعلى فكره نادي الزمالك انا عمري ما اتكلمت عليه وحش عشان تبقى فاهم، لان نادي الزمالك ليه فضل كبير عليا. لكن الموضوع بالنسبه لي لما رحت النادي الاهلي كان مختلف بشكل كبير جدا. يعني حب الناس بس ده يعني لما تمشي في الشارع ده بالنسبه لي الناس تتكلم عليك وتقول لك هاني الاجيزي ورابطينك بالنادي الاهلي، دي حاجه كبيره بالنسبه لي. يعني حتة ان فعلا موضوع الفلوس ايام بركات وتريكا والناس دي مع حفظ الالقاب، طبعا على فكره موضوع الفلوس ده بالنسبه لنا ما كانش موجود. يعني انا لما رحت النادي الاهلي اللي اتقال لي مضيت عليه وتمام وخلاص وبتاع، ونفس الكلام ده كان بيحصل مع تريكا، مع متعب، مع ناس كتير جدا، لعيبه كتير جدا على فكره كانت كده، ما كانش حد بيركز خالص في موضوع الفلوس ده، وكان اخر حاجه بيفكروا فيها. عشان كده بقول لك الاختلاف الكبير دلوقتي ما بين اللعيبه الحاليه واللعيبه بتاعت جيل ابو تريكا وحازم امام والناس دي، الناس دي كانت الفلوس بالنسبه لها اخر حاجه بيفكروا فيها. انا بالنسبه لي باللي انا شفته، يعني انا اشتغلت كمان في الدوري ومرنت لعيبه ولعيبه كبيره ولعيبه اسماء، لا يعني اكتر واحد ممكن مثلا ياخد يعني 3 مليون جنيه ده اللي هو ايه توب. اه والله العظيم ده حقيقه فعلا. يعني كهربا ممكن يدفع فيه فلوس دي، وهقول لك ليه. لتاثيره في الملعب، تاثيره في المباريات، مساهماته. كهربا يعني عامل موسم، او مش هقول موسم، هو عامل شهرين تقريبا مش هيعمل زيهم في حياته.
لو فضل على النظام ده والسيستم بتاعه ده، لا يعني انا شايف ان كهربا، وبعدين انت بتتكلم في واحد بقاله 6 شهور او اكتر من 8 شهور ما بيلعبش، لما واحد يجي ما يكونش بيلعب ماتشات بقاله اكتر من 8 شهور ويجي بقى بالحاله الفنيه دي، قايل لك قد ايه اللعيبه اللي موجوده دي هوا من الاخر. يعني بكلمك بصراحه، يعني خلينا اكتشفنا حاجات، لا احنا كان يعني احنا كنا عارفينه كل حاجه، بس كهربا بصراحه بعد رجوعه لا، موضوع صعب جدا. واللعيبه دي ما زي ما قلت لك في اول الكلام، في لعيبه كتير ما تستحقش فلوس بتاخدها. انا بحبش اتكلم على فكره في الفلوس قوي في موضوع، لان ده رزق بتاع ربنا، لكن ده شغل. الاول اللعيبه كان بالنسبه لها الكوره دي هي حياتها، يعني اللعيبه اللي انت اتكلمت عليها بركات وتريكا والناس دي كانوا ما كانوش بيروحوا البيت، بيلعبوا دوري، بعد كده يلعبوا كاس مصر، بعد كده يلعبوا ما اعرفش ايه، فحياتهم كلها كانت كوره وبس، ما كانش في حاجه تانية، ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في ان انا عايز اخلص تمرين واروح عشان ما اعرفش اخرج اروح فين، اروح اقعد في كافيه فين. انا قعدت سنتين في النادي الاهلي ما كنتش بخرج من البيت، فعايز ان انت بتاخد بطولات وفي نفس الوقت ما كنتش بتعرف تخرج من البيت، ما بالك انت دلوقتي. يعني دلوقتي الموضوع بقى عادي، حته ان انا الكوره دي بالنسبه لي مش هي حاجه بتدخل لي فلوس وبروح اقضي وقت ساعتين وخلاص وامشي. انا بقول لك كده لان في لعيبه بشوفها دلوقتي الموضوع بالنسبه لها راحت كانك راح تاجر ساعتين خماسي وماشي، مش مهم بقى اللي بيحصل او ايه الاجواء اللي انت مفروض تعملها عشان تحافظ على ناديك او تحافظ على فرقتك او تحافظ على زميلك. لا، هو الموضوع دلوقتي مختلف بشكل كبير جدا. حتة ناقصنا ايه والسكواد وفي محمد صلاح والكلام ده، لا انت ما عندكش يعتبر محترفين غير الثلاثة اربعة، فانت عندك مشكلة زي ما قلت لك في الدوري المحلي. الدوري المحلي ما بيطلعلكش لعيب كويس، ده حقيقة، بقالنا فترة كبيرة جدا ما فيش حد مستواه ثابت، كلهم مستواتهم متفاوتة. ممكن يعمل لك سيزون كويس وبعد كده تلاقيه قعد 3 سنين ما فيش، عمل ما اعرفش 6 شهور كويس بعد كده خلاص. نشوف زيزو السنه اللي فاتت كان عامل ازاي ما شاء الله، السنه دي زيزو فين؟ ارقامه كويسه وكل حاجه، لكن مش هو نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت. لعيبه كتيره بنفس الشكل ده، فانت عندك مشكله كبيره، وده زي ما اتكلمنا فيه في الاول ان انت عندك ضعف الدوري بتاعك والاداره نفسها مش صح، فبالتالي مش هتطلع لعيب كويس. يعني صلاح ربنا كرمه ان هو مشي من بدري، صراحة لو كان كمل في المولين سنة كمان اعتقد ان هو كان زمان دلوقتي بيلعب في انبي، فده رأيي. ربنا سبب ان هو يمشي في الوقت في التوقيت ده بالذات عشان يعني هو يستاهل بصراحة، هو ملتزم وعمل بيعمل خير كتير وفي نفس الوقت بيحافظ على نفسه. شفنا لعيبة كتير احترفت وما قدرتش تستحمل الغربة بره، لكن صلاح اتأقلم بسرعة وتعلم وخد لغة وحافظ على نفسه وبدأ يطور من نفسه بشكل كبير جدا، عشان كده ربنا خلاه حاجة كبيرة بالنسبة لينا. يعني كابتن حسام على فكرة من الشخصيات الطيبة جدا، تمام، وبره الملعب حد جميل جدا جدا جدا، وبيهزر وبيضحك وكل حاجة، والله العظيم ده حقيقة، لكن في الملعب بتلاقي شخصية تانية خالص. يعني حتة زي ما انت قلت التعامل مع اللعيبة، في يعني بيبقى اجريسيف شوية مع اللعيبة وما بيعرفش يفرق ما بين ان انت نجم او مش نجم، وان انت ممكن تتقبل منه ده او لا، فهي دي مشكلة عند الكابتن حسام. واعتقد ان هو دلوقتي يعني عارف القصه دي، وعارف ان يعني ان هو زي ما انت بتقول في لعيبه كتير بطلت، مش هقول بسببه، لكن كان هو ليه دور ان هم اللعيبه دي تبطل، ضمنهم طبعا عماد متعب، والناس كلها كانت بتستغرب ان هو كان بيعامل عماد متعب بالطريقه دي، لكن هو انا شفته في كذا برنامج ان هو طلع يتكلم على عماد، ان عماد كان في الحاله اللي موجود فيها كان اللي موجود منه كان افضل منه، كان وليد ازارو تقريبا، ووليد فعلا كان ماشي بشكل كويس. بس في حاجات انا عايز اقول، في حاجات يا كابتن حسام، عماد متعب برضه نجم كبير، فانت في اوقات كان ممكن قوي ان انت تفوقه، كان ممكن قوي ان انت تعامله نفسيا كويس، الحاجات دي بتفرق مع اللعيب. وبعدين عماد ما كانش يستحق اللي حصل معايا يعني،
هي دي النقطة، ان انت خلاص انت مش عايز تلعبه بس على الاقل عامله نفسيا كويس، يعني في حاجة هتطغى على حاجة. فهو المشكلة بس حتة التعامل في الشغل، الكابتن حسام بيبقى حد جدا فيها، وده طباع. نتمنى طبعا ان هو يغير من الحتة دي، لكن هو كمستوى الشخص لا، بني ادم كويس جدا وشخص يعني عملي جدا 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 وبيحب شغله جدا، وبدليل ان هو قعد فترة كبيرة مع مستر مانو جوزيه، وحتى لما مستر مانو مشي هو خد دوري وعمل نتائج كويسة في النادي الاهلي، وهو مدرب كبير طبعا يعني. بالنسبة طبعا مستر كيروش والحالة اللي كانت بينه وبين مروان حمدي في الفترة اللي كان موجود فيها، الحمد لله انا من اول الناس، انا والكابتن احمد سامي اللي طلعنا وكنا بندافع دايما على مروان حمدي، لان كنا شايفينه في الملعب قدامنا، واحنا كنا بنمرنه وعارفين امكانياته كويس قوي، متاكدين من موهبته ان هو عنده حاجات كتيره كويسه. والحمد لله يعني الكلام ده من حوالي سنتين مثلا او حاجه، والحمد لله الناس دلوقتي بتتكلم كويس على مروان، وبتقول ان مروان من احسن اللعيبه دلوقتي في الدوري الممتاز، من احسن الفراوده اللي موجوده. حته مستر كروش وكان بيستبعد شريف او لا بسبب مروان، اقول لك في كل مدير فني بيبقى ليه تكتيك معين وليه طريقه لعب معينه، وبالتالي بيبقى عايز لعيبه معينه تطبق له الفكر بتاعه. فممكن شايف ان شريف مثلا، يعني هو مثلا كان بيلعب على كونتر اتاك مثلا، فبيحتاج حد مثلا ان هو يقف على كورته كويس، حد يكون جسمه قوي، حد بهيدرز كويس، حد بيقدر ينقل الهجمه بشكل سريع. فهو كان شايف ان مروان هو الوحيد اللي كان يقدر يعمل له الحته دي. شريف لعيب كويس وكل حاجه، لكن ما عندوش الحته دي، حته ان انت تقدر تستحوذ على كورتك، وحتى الكونتر اتاك تعملها بشكل كويس. زي ما قلت لك، كل واحد وكل مدرب ليه فكره، بيبقى بالتالي لما تكون انت مدرب منتخب كمان، فبيبقى ليك متطلبات معينه ولاعيبه معينه، وانت عندك الفرايتي ان انت ممكن تختار اللي انت عاوزه، لان انت عندك اكتر من 18 20 نادي، 20 نادي، فبالتالي الموضوع عندك سهل. لكن حته لما اكون في نادي الموضوع بيبقى محكوم شويه، بيبقى عندك 30 لعيب بس، فبالتالي بتحاول ان انت تطبع نفسك وبتتعامل معاهم ازاي، وبتحاول ان انت توفر لهم كل الطرق ان هم يبقوا جاهزين لبطوله الدوري. طبعا بطوله كبيره زي ما قلت لك، يعني هو متطلباته ايه وطريقه لعبه ايه والتكتيك اللي شغال بيه، زي ما قلت لك بيحتاج لعيبه معينه، فهو كان شايف ان مروان هو الوحيد اللي يقدر ينفذ له ده. والحمد لله زي ما قلت لك، يعني الواحد نظرته في اللعيبه الحمد لله مع الايام بتثبت ان هي صح يعني.